أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا لا ينقطع أبدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن أئمتنا المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام هم علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف ألف خير. تقبل الله صيامكم ودعاءكم وطاعاتكم وسدد خطاكم ورزقكم الصحة والعافية وأطال في أعماركم وأعانكم على أمور دنياكم وأبعد عنكم كل شر ومكروه، إنه سميع مجيب. أخوتي وعزائي، قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، للمتقين. انتبهوا إخواني وأعزائي، أعدت للمتقين. ثم بعد ذلك أن الله عز وجل يبين لنا معنى أو صفات المتقين. للمتقين هناك سمات، هناك صفات. يقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هاي صفات، سمات يتصف بها الإنسان المتقي، الإنسان المؤمن الذي توجه الوجهة الصحيحة لخالقه العظيم سبحانه وتعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء، في السراء يعني وقت الرفاهية، وفي الضراء كذلك هم ينفقون حتى وإن كانوا فقراء أو في عسرة. على كل حال، الذين ينفقون في السراء والضراء، مرات أيضا سرا وعلانية، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون. هذه الصفات، السمات التي يتصف بها الإنسان المؤمن، الإنسان المتقي. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
لا بأس إخواني وأعزائي أخواتي العزيزات أن نخوض في بعض أو تفسير هذه الآيات مختصرا إن شاء الله، هذه الآيات الشريفة. كلمة وسارعوا هنا تعني تسابق اثنين أو أكثر للوصول إلى هدف معين، فيحاول كل واحد باستخدام المزيد من السرعة أن يسبق صاحبه ومنافسه، وهو أمر مندوب في الأعمال والأخلاق الصالحة، في الأعمال يعني الممدوحة المطلوبة التطوعية، وكذلك في الأخلاق الصالحة والأخلاق بشكل عام، الأخلاق التي هي تصب في منفعة الإنسان ومنفعة المجتمع. ومقبوح، يقول مذموم، ومقبوح ومذموم في الأعمال السيئة والأخلاق القبيحة. افتهمنا بأنه كلمة وسارعوا، يعني هنا يجوز التنافس اللي احنا نسميه التنافس الشريف، التنافس الممدوح عند الله عز وجل، التنافس المتعارف بين المؤمنين بين الصالحين، يتنافسون فيما بينهم. احنا طبعا نعرف مثلا التنافس في المسائل الرياضية هي مسألة أخرى، لكن في الدين كيف يتنافسون؟ يعني مثلا يتنافسون في الحضور إلى المساجد، يأتون إلى مساجدهم وإلى مراكزهم وإلى مؤسساتهم من أجل إحياء الدين. إخواني وأخواتي، الدين لا يحيى إلا بكم، لا يحيى في الجلوس في البيوت، ولا يحيى في الجلوس في الحدائق، ولا يحيى في الجلوس في المقاهي، ولا يحيى في الجلوس في الأحزاب أو الاجتماعات الحزبية، ولا العشائرية، ولا القطرية، ولا القومية، ولا أي شيء إلا في المساجد والمراكز الإسلامية، في المؤسسات الإسلامية. الدين يحيى، تعاليم الإسلام تحيا في هذه الأماكن. لا يأتي شخص وينظر علينا، نحن أصحاب تجربة، لا يأتي شخص وينظر علينا ويقول بأن في بيتي أصلي في بيتي أفضل من الصلاة في المساجد. هذا خطأ فادح ولا يجوز هذا القول. وإذا أصر عليه، وإذا أصر على هذا القول، وإذا شجع عليه وحث الناس عليه، فثقوا إخواني يدخل في دائرة الحرمة. لا يجوز صد الناس عن المساجد وعن المراكز وعن المؤسسات الإسلامية. الذين صدوا الناس عن المساجد والمراكز والمؤسسات الإسلامية والعتبات المقدسة هم الذين لعنهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. حزب البعث الذي يسمى بحزب البعث العربي الاشتراكي كذباً وزوراً ونفاقاً، وكذلك الحزب الشيوعي، هذين الحزبين منعوا الناس وشجعوا الناس على أن يجلسوا في بيوتهم وأن لا يذهبوا ويكونوا من رواد المساجد والحسينيات والمراكز. ونحن قد خضنا تجربة كبيرة وقاسية مع هذين الحزبين في العراق وفي الدول الأخرى، والآن هم نفس الطريقة يستخدمونها في جاليتنا الإسلامية في كل بلاد الغرب، حتى إن بعضهم يحاول بطريقة أو بأخرى وفي مناسبات إسلامية مهمة يستدعي أو يستضيف مغنياً أو راقصة أو شيء آخر من هذا القبيل من أجل صد الناس، ويوزع البطاقات، وكل بطاقة 10 دولارات أو 20 أو 30 أو أكثر، حتى يصد الناس عن المساجد والحسينيات. الأفضل بل الواجب على الإنسان المؤمن، الإمرأة المؤمنة، أن لا تلتفت إلى هذه المغريات الدنيوية، إنها مغريات وقتها قصير جدا بحيث لا يتعدى الثواني، شهوتها بسيطة وقصيرة في نفس الوقت. فعلى الإنسان أن ينظر لنفسه أولاً ولعائلته، هذه العائلة المسؤولية الكبيرة برقبة الإنسان المؤمن. عندما ينشأ الطفل وهو صاد عن القرآن الكريم، وهو صاد عن الصلاة، وملتفت إلى المسائل اللهوية الأخرى، هذه مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات. وأنا دائماً أقولها، وقد لاحظت هذا من خلال تجربتي
العشرين سنة أو الواحد وعشرين سنة في هذه الولاية، لاحظت هذا. وهناك بعض العوائل الذين يراقبون أولادهم وفي نفس الوقت يعلمونهم، قد وصلوا إلى نتيجة مرضية في التعلم، في تعلم القرآن، في تعلم الصلاة، في التوجه الصحيح، في حب العبادات، في حب الله، في حب أهل البيت، في حب الحضور للمساجد والحسينيات والمراكز. لهذا ننبه أخواني وعزائي، هنا التنافس الشريف، هنا التنافس الممدوح، هنا التنافس الذي يقبل به ويريده الله عز وجل والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمتنا الأطهار. اللهم صل على محمد. أما التنافس في الأماكن الأخرى، في الأماكن الأخرى فليس فيه فائدة وليس له قيمة، لأن التنافس في هذه الأماكن المقدسة يؤدي بكم إلى مرضات الله عز وجل، إلى رضا الله عز وجل، وإلى مغفرته، وإلى توبته، وإلى بركته، ثم بعد ذلك هذا في الدنيا، ثم بعد ذلك في الآخرة الثواب والأجر الجزيل العظيم. وكل واحد منا يتمنى هذا الشيء أخواني وعزائي. إن القرآن الكريم يستفيد هنا في الحقيقة من نقطة نفسية، هي أن الإنسان لا يؤدي عمله بسرعة فائقة إذا كان بمفرده. كم مرة أنا أأتي إلى هذا المكان لأصلي جماعة لا أرى إلا شخصا أو شخصين أو ثلاثة من أخواني، والجالية تعد عشرات الألوف هنا، أين ذهبوا؟ أين ذهبت هذه الجالية عن ذكر الله في المساجد والحسينيات والمؤسسات الإسلامية؟ أين ذهبوا؟ إلى العمل؟ وقت الصلاة لا عمل، وقت الصلاة لا عمل إلا في حالات ضرورية حددها الفقهاء. أما الجلوس في البيت أو الذهاب إلى أماكن أخرى واللهو، هذا لا يجوز أخواني وعزائي. أرجع وأقول وأؤكد، فلنحيي ديننا العزيز، هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل وأعطانا إياه وأنزل على رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن الذي ختمناه في هذا الشهر المبارك في هذا المكان. ومن المفرح أن الجزء الثلاثين ختمه صبية صغار، صبية الآن موجودين في وسطكم، صبية صغار هم الذين قرأوا لنا الجزء الثلاثين، وأما الأجزاء الأخرى قرأها الأخوة المؤمنين وبارك الله بهم. وكان العمل من النوع الروتيني، أما إذا اتخذ العمل طابع مسابقة والتنافس الذي يستعقب جائزة قيمة ومكافأة ثمينة، نجده يستخدم أو يستخدم كل طاقاته هذا الإنسان، ويزيد من سرعته لبلوغ ذلك الهدف ونيل تلك الجائزة. ولاحظنا في المسابقة القرآنية للحفظ قبل أيام في هذا الشهر المبارك في العشر الأواخر، لاحظنا هناك تسابق بين الصبية وكذلك بعض الشباب وبعض البنات، وكيف أن بعضهن أو بعضهم قد حفظ سوراً طويلة وقليلي الأخطاء أيضاً، وكان هناك تنافس، هذا التنافس هو الممدوح، التنافس الذي يريده الله عز وجل. ثم إذا كان الهدف المجعول في هذه الآية هو المغفرة في الدرجة الأولى، فلأن الوصول في أي أو إلى أي مقام معنوي لا يأتي بدون المغفرة والتطهير من أدران الذنوب، فلا بد إذن من تطهير النفس من الذنوب أولا، ثم الدخول في رحاب القرب الإلهي ونيل الزلفى لديه، هذا هو الهدف الأول. وأما الهدف الثاني لهذا السباق المعنوي العظيم فهو الجنة التي يصرح القرآن الكريم أن سعتها سعة السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض. المن هاي؟ أعدت المن؟ للمتقين، للمؤمنين الذين يحيون دينهم، الذين يقومون بأعمال فيها رضا الله عز وجل. ولا بأس أخواني وعزائي بالأعمال التطوعية، فإن الإنسان بدون الأعمال التطوعية يعني حتى وإن أقام و يعني قام بكل الواجبات التي ألقاها الله عز وجل عليها، تبقى بعض الأمور ناقصة. ولو أن الأعمال التطوعية مستحبة ولكن أيضا مطلوبة أخواني وعزائي ومندوحة،
وعليها ثواب وأجر كبير. ثم إنه سبحانه يختم الآية الحاضرة بقوله: عدت للمتقين. فهذه الجنة العظيمة الموصوفة بتلك السعة قد هيئت للذين يتقون الله ويخشونه ويجتنبون معاصيه ويمتثلون أوامره. وينبغي أن نعلم أن المراد بالعرض هنا ليس هو الطول والعرض، يعني عرض السماوات والأرض الهندسي كما الآن يعبر عنه في زماننا هذا، بل المراد كما عليه أهل اللغة هو السعة في المكان. ولما صرح في الآية السابقة بأن الجنة أعدت للمتقين، تعرضت الآية التالية لذكر مواصفات المتقين، فذكرت خمسا من صفات الإنسانية السامية، فعلا هي من صفات الإنسانية السامية التي يتصف بها الإنسان المؤمن. أولا إنهم ينفقون أموالهم في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء كما قال الله عز وجل. الصفة الثانية إنهم قادرون على السيطرة على غضبهم، والكاظمين الغيظ كما جاء في الآية الشريفة. ولفظ الكظم تعني في اللغة شد رأس القربة أو القربة، القربة التي يوضع فيها الماء عند ملئها، فيقول: كظمت القربة أو القربة إذا ملأتها ماء ثم شددت رأسها. وقد استعملت كناية عمن يمتلئ غضبا ولكنه لا ينتقم. الإنسان عندما يغضب يمتلئ صدره وكل جسمه ويبدأ بحركات غير طبيعية، فإذا استطاع أن يمسك نفسه في هذه الحالة فإنه قد كظم غيظه، ويعني كما وصفه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. يعني هو قادر على أن ينفذ هذا الغيظ وهذه العصبية، ولكنه كظمها، يقول يملأه الله عز وجل أمنا وإيمانا. الصفة الثالثة إنهم يصفحون عمن ظلمهم. طبعا تجي بالآية الشريفة: والعافين عن الناس. ثم إن المراد هو العفو والصفح عمن يستحقون العفو فقط، لا الأعداء المجرمون الذين يحملهم العفو والصفح على مزيد من الإجرام وينتهي بهم إلى الجرأة أكثر، كما ترون الآن في بلداننا الإسلامية أو حتى في كل بلدان العالم. أصبحت عندما يعفى عن شخص، بعض الأشخاص، بعض الذين صفتهم الإجرام والاستهتار بالإنسانية وبالأخوة وبالجار وبالمجتمع، عندما تعفو عنه يزداد استهتارا، يزداد تشجيعا بعد أكثر، يزداد غضبا عليك ويحاول أن ينتقم منك ومن المجتمع ومن الشعوب، الآن الذي يحصل في بلداننا وفي كل بلدان العالم. أربعة إنهم محسنون، وفي الآية: والله يحب المحسنين. وهنا إشارة إلى مرحلة أعلى من العفو والصفح، وبهذا يرتقي المتقون من درجة إلى أعلى في سلم التكامل المعنوي. وخلاصة القول إن القرآن يأمر المسلم بأن يكظم غيظه أولا، ثم يطهر قلبه بالعفو عنه، يحاول أن يطهر قلبه بالعفو عن الشخص المقابل هاي ثانيا، ثم يطهر فؤاد خصمه، لأن الخصم هم يرى التطهير للفؤاد بطرق يعني ذكية عند الإنسان المؤمن، ثم يطهر فؤاد خصمه من كل رواسب الضغينة وبقايا العداء بالإحسان إليه. عندما يحسن إليه خاصة في الأمور البسيطة، يعني تعرف احنا قلنا بأنه إذا كان عدوا كما يحصل الآن من تفجيرات وقتل، هذا لا، هذا مو مال عفو، هذا يجب أن يقتص منه، هذا يجب أن يحاكم بمحاكمات الآن المتبعة في الدول. أما لا، الشخص يعني خلافات بسيطة، مناوشات في الكلام، أمور تتعلق أمور اجتماعية بسيطة، فما على الإنسان أن يحاول بطريقة أو بأخرى أن يطهر قلبه ويقضم غيظه، ثم بعد ذلك يتجه إلى الشخص الآخر أو الطرف الآخر ويحاول معه بالإحسان إليه. هنا الصفة الخامسة إنهم لا يصرون على ذنب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.
والفاحشة طبعا كما جاءت مشتقة أصلا من الفحش، وهي كل وهو كل ما اشتد قبحه من الذنوب، كل شيء يشتد قبحه من الذنوب فهو يعد من الفحش، ولا يختص بالزنا خاصة، لأن الفحش في الأصل يعني تجاوز الحد الذي يشمل كل ذنب، كل الذنوب تعد منها في تدخل في هذه الدائرة. وفي الآية إشارة إلى إحدى صفات المتقين، فالمتقون مضافا إلى اتصاف بما ذكر من الصفات الإيجابية إذا اقترفوا ذنبان، وهي الآية الأخيرة، إذا اقترفوا ذنبان ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون. وقد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام إنه قال: الإصرار أن يذنب العبد أو الذنب أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله، يعني يذنب ما يستغفر الله، يصر على ذنبه ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك الإصرار، هذا يأتي إصرار، ما يصر على الذنب، أذنب توجه لله عز وجل واستغفر وتاب، هذا بينه وبين الله. أما إذا كان بينه وبين عبد آخر فعليه أن يذهب إليه ليسامحه، مثلا ضربه، بصق عليه، مثلا شتمه، مثلا ضايقه، سرقه، لازم يفض كل الأمور الأخرى بينه وبين العبد، ثم يتوجه لله عز وجل ويستغفر ويتوب إليه. وفي أمال الصدوق أو الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يقول صعد إبليس، انتبهوا إلى هذه القصة أخواني وعزائي، صعد إبليس جبلا بمكة يقال له جبل ثور، موجود لحد هذا اليوم، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيدنا لما دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية، يعني إبليس يقول ذول عفاريته وجماعته، يقول نزلت هذه الآية، فمن لها؟ من الهاي هذه الآية؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا. قال: لست لها. فقام آخر فقال: مثل ذلك. فقال: لست لها. فقال: الوسواس الخناس الذي ذكره الله عز وجل في السورة الشريفة القصيرة، فقال: الوسواس الخناس، أن أنا لها يا إبليس، هكذا. شوفوا يعني كل الأمور ما تفيد، بس الإنسان اللي يفيد وياه هذا الوسواس اللي يوسوس له، اللي يقول له أصر على هذا الذنب، لا تستغفر الله، اترك الله عز وجل اليوم، خليها باشر، بعد يومين، بعد سنة، لا تصلي هذه السنة، عمره 65 سنة، 66 سنة ويشرب خمر، نا مسلم، عمره 76 يعني قريب 70 ويشرب خمر ويصر على ذلك، وعندما يقال له توب لأن ما بقى شيء من الدنيا يقول: لا بعد أيام، هذا ما يدري فيه، يجوز في لحظة من لحظات ينتهي به الأمر إلى الوفاة ويندم على ما فاته. والإصرار طبعا على هذا الأمر، الإصرار على مثلا هذه الفواحش، هذه المنكرات، الإصرار عليها، ثم الاستهزاء بالتوبة والاستغفار، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر أيضا، ويجوز الله عز وجل لا يغفر له بعد، يعني كما أنا يعني مستحيل الإنسان مع الله عز وجل أن تتصل به إلى هذه الأمور، فعلى الإنسان المؤمن خصوصا شبابنا أعزائنا أولادنا، انتبهوا إلى أنفسكم، انتبهوا إلى أنفسكم هنا في هذه البلدان التي يستباح بها الكثير، فيها بهرجة الدنيا، فيها الكثير الكثير في عملكم، في مدارسكم، في جامعاتكم، انتبهوا لها، انتبهوا لهذه الأمور، لا تقعوا في خطأ مهما كلف الأمر، لأن كل متعة هنا ثقوا لا تفيد الإنسان المؤمن، بل بالعكس تعكر له الأجواء، فإذا تزوج من غير ملته أو من غير أمته وأنجب طفلا أو أطفال ابتلي هذا الإنسان، وهناك العشرات بل المئات هنا من إخواننا ابتلوا بهذه البلاء الكبير، لأنه النتيجة بعدين أصبحت عكسية، لم يستطيعوا ما استطاعوا أن يهدوا الإمرأة التي تزوجوها أولا،
ويجلبوها أو يدخلوها الإسلام، هذه أولاً. ثم بعد ذلك عندما يصير عنده أولاد، وصاروا عندهم أولاد وأنجبوا أولاد، الآن هم تائهين لا يعرفون شيئاً عن الإسلام، وهذا الخطأ الفادح الذي وقع به إخواننا. لهذا أنا أؤكد دائماً من أول مجيء إلى هذه الولاية، وكانت في بداية تقريباً الهجرة، ولو قبلي كان الكثير من هاجر إلى هذه الولايات، ولكن على كل حال سنة 2000 كنت أكد على هذه المسألة، ونبهت الكثير من الأخرى أن لا تتزوجوا إلا من ملتكم، إلا من أمتكم. المسلم يأخذ مسلمة أفضل إلى المسلم يأخذ غير المسلمة، يتورط وينتهي به الأمر إلى الندم وإلى خسران العمر، كلها تروح، هذه كلها عمره أصلاً ما إلى قيمة بعد في حياته. فلهذا انتبهوا أولادنا وأحبانا إلى هذه المسألة، لا يغركم الشقراوات ولا البياض ولا كذا الأمور الأخرى، أو الأجسام الرشيقة أو التي موجودة في الشوارع وفي الجامعات، هذه لا تغركم، هذه ترى كلها، كل هذه كل شهوتها لحظات ثم تنتهي إلى ندم. انتبهوا إلى أنفسكم، تزوجوا من ملتكم، من أهلكم، من نسائكم، من المسلمات المؤمنات. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق. على كل حال، ثم الله عز وجل بعد ذلك يختم هذه الآيات الشريفات، يقول: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم إنه سبحانه يعقب على ما قاله عن الجزاء بقوله: ونعم أجر العاملين، أي ما أروع هذا الجزاء الذي يعطي للعامل الأجر والثواب الكبير والجزيل، تعبير جميل جدا من قبل الخالق العظيم. ولا يعطي للكسالى الذين يتهربون من مسؤولياتهم ويتملصون من التزاماتهم. أنا ما علي، أكو غيري، لا هذا ما يجوز إخواني وعزائي، أنا ما أروح اليوم، أكو ناس يروحون، أنا ما أحضر صلاة العيد، مش أكو رايح صلاة العيد، وشيني صلاة العيد، ومن يصلي بينا صلاة العيد، ومنه هذا عادل لو ما عادل، على حق لو باطل، وعلى هالمسائل ذن التي هاي طبعا هذه بثها إخواني وعزائي أخو إخواني في السبعينات من القرن الماضي، كان رفاق البعث المجرم يسوقون هذه الكلمات وهذه الجمل وهذه الدعايات في وسطهم أولا، ثم في الوسط الاجتماعي، هذا المعمم كذا وكذا، هذا المرجع كذا وكذا، هذا المؤمن كذا عميل، هذا خائن، هذا جبان، وهكذا، حتى أعدم عشرات الألوف بل مئات الألوف من شعبنا بسبب هذه التصرفات الهمجية والوشاية الكيدية. والجميع يعلم هذا الأمر، حتى لا نقع في خطأ آخر، وحتى لا نكون في نفس الموضع الذي كنا فيه في 60s أو 70s أو 80s أو 90s أو حتى الآن، حتى لا نكون في هذا الموضع أو في هذا المكان، يجب علينا أن ننتبه إلى أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تغيير النفس سهل إخواني وعزائي، بطريقة أو بأخرى أغير نفسي، أحاول أن أسيطر عليها. تعبانة هاي النفس، أقول لها بكل صراحة، أخاطبها هذه النفس. مريضة هاي النفس، أقولها مرضك وتعبك ليس له قيمة عندي. هذا من العقل هو اللي يخاطب هذا الأمر، لأنه الجوانح والجوارح وكل أعضاء الجسم من يتحكم بها؟ العقل. فعقل الإنسان المؤمن يجب أن يكون راجحاً، يسيطر على كل الأمور التي تثنيه عن عمل الخير وعن الحضور والمشاركة والمساهمة في المساجد والحسينيات والمراكز الإسلامية والمؤسسات الإسلامية. اللهم أعتق رقابنا من النار، واجعل رمضان راحلاً بذنوبنا، قد غفرت فيه سيئاتنا ورفعت فيه درجاتنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد صفوفنا،
برحمتك يا أرحم الراحمين، وبمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم وبارك وتحنن وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم وجميع الأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. إن أصدق الحديث ذكر الله، وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، وإلها متفردا، ورحيما متحننا، يعفو بعد القدرة، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك، ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. أخوتي وأخواتي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واعملوا في سبيله يثبكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. هنيئا لكم أيها الأخوة والأخوات، الطاعة والأجر والثواب في هذا الشهر. اللهم صلي وسلم وبارك وتحنن وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم وجميع الأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. إن أصدق الحديث ذكر الله، وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وكل عام وأنتم بألف ألف خير.